أيها الإخوة المباركون، تعالوا بنا نلتف حول مائدة مدح سيدنا رسول الله. فكان النبي يستمع إلى شعراء الصحابة في مدحه وفي غير مدحه، حتى بلغت قصائد مدح الصحابة لرسول الله كثرة بالغة، جمعها الإمام الحافظ ابن سيد الناس في كتاب سماه منح المدح، أورد فيه قصائد 130 صحابيا تشرفوا بمديح سيدنا رسول الله. صنع النبي لسيدنا حسان منبرا يقول فيه الشعر في مسجد رسول الله، وكان يقول له: قل يا حسان فإن روح القدس تؤيدك. نستمع الآن إلى مدح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعده نختتم بالقرآن الكريم من فضيلة الشيخ سامح ربيع بحيري لتكتمل نفحات هذه الليلة. نستمع الآن إلى مدح سيدنا رسول الله من البلبل الغريب والكروان الصداح، فضيلة المبتهل الشيخ إسلام السرساوي المبتهل باتحاد الإذاعة والتلفزيون. نسأل الله العلي العظيم أن يفتح عليه فتوح العارفين به. تعالوا جميعا وصل على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة المباركة، فنقول: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم تقبل صيامنا وركوعنا وسجودنا وسائر أعمالنا يا أكرم الأكرمين يا محب الله لا تؤوي داره. محب الله لا تؤوي داره، ويكره أن يكون له ديار. صباح في قيام الليل حقا وصوام إذا طلع النهار. محب الله لا تؤويه دار، ويكره أن يكون
صبور في قيام الليل حقا وصوام إذا طلع النهار يناجي ربه والدمع مستطار ينادي ربه والدمع جاري ينادي ربه تزينه الثمار ولكن وجهك الباقي رجائي ولكن وجهك الباقي سيدي يا رسول الله سلوا الأحباب عن حب النبي سلوا الأحباب وقد سكروا وما شربوا مداما أقاموا الليل في شوق وحب أقاموا الليل في شوق وحب ينال القرب من هجر المنام رسول الله رسول حبه في كل قلب نبي ريق يشفي السقام ومن صلى على الهادي وسلم إلى الخير تداوى واستقى سيدي يا رسول الله
المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا الزهراء المسك فاح لما ذكرنا رسول الله والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا الزهراء طول عمري بتمنى أشوفك وانظر جمالك وأبوسك لا مش سامع طول عمري بتمنى أشوفك وانظر جمالك وأبوسك صبرت نفسي بأحاديثك وقلت لابد في الليل أرى المسك فاح لما ذكرنا رسول الله والنور لاح لما حضرنا أبا الزهراء الحب فرض ما هوش سنة طارق موصل للجنة الحب فرض ما هوش سنة طارق موصل للجنة نعيش في روضة ونتهنى واصحابه في الفردوس معا المسك فاح لما ذكرنا رسول الله والنور لاح بالزهراء ست الكريمة بنت الزهراء عالية المقام نظرة يا طهرة ست الكريمة بنت الزهراء عالية المقام نظرة يا طهرة جودي علينا بالنظرة بجاه جدك رسول الله المسك فاح لما ذكرنا رسول الله والنور لاح را أشكي لمين وجدي وحالي وأقول لمين النبي غالي أنا أشكي لمين وجدي وحالي وأقول لمين النبي غالي إيه اللي غير أحوالي إيه اللي غير أحوالي غير الغرام في رسول الله المسك فاح لما ذكرنا رسول الله والنور لاح حضرنا أبا الزهراء حديث لجدك طمني وبذكره أفضل متهني حديث لجدك طمني وبذكره أفضل متهني أنا من حسين وحسين مني أنا من حسين وحسين مني يا ابن بنت رسول الله المسك فاح لما ذكرنا رسول الله سيدي يا
النبي والحب لي على ما أحب سفر النبي والحب لي على ما لأن حب النبي من روضة الجنة أول علامة له تتنزل الرحمات ثاني علامة له أنغر مع الصلوات صلوا عليه أول علامة له تتنزل الرحمات ثاني علامة له أنوار مع الصلوات ثالث علامة له الجد في الطاعات حسنات خامس على ما له أسرار في الفتوحات حب النبي نبضات تسري بكل حياة لأن حب النبي من روضة الجنة صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى سلم روضة الهادي نبينا تشرح القلب الحزينا روضة الهادي نبينا تشرح القلب الحزينا اسعدوا زوار نبينا افرحوا زوار نبينا بالحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله وسلم يا روضة يلي فيك التجلي يا روضة يلي فيك التجلي من العلالي نزل تملي على ضيوف الحبيب محمد صلى الله وسلم صلى الله على محمد وسلم أشرقت أنوار محمد واختفت منها البدور أشرقت أنوار محمد واختفت منها البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا بدر البدور صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد رجال من سماء الذكر
الرطاب رجال رجال من سماء الذكر طاب وعند السماء حضروا وغابوا أقاموا في ظلام الليل طوعا نحو حضرته أجابوا وجدوا في رضا المحبوب حتى دعاهم نحو حضرته لكم أمني إذا وقع العذاب نبي الهدى صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك الله عظم قدر جاه محمد وأنا له فضلا لديه عظيما في محكم التنزيل قال لخلقه صلوا عليه وسلموا تسليما. استمعنا إلى هذه الابتهالات والمدائح النبوية من فضيلة المبتهل الشيخ إسلام محمود السرساوي المبتهل بالإذاعة والتلفزيون، نسأل الله العلي العظيم أن يديم عليه التوفيق والسداد.